الكل. نعود ونستقبل مرة أخرى دكتورة نيدي حميدة الأستاذة الاستشفائية الجامعية كاتبة عامة للجمعية التونسية لطب الولدين، وكذلك الدكتورة أميرة بوراوي وهي أستاذة استشفائية مبرزة بكلية طب صفاقس، أخصائية كذلك في طب الرضيع. مرحبا بكم الاثنين منورينا. دكتورة، العلاقة بين الأم والطفل من أحلى اللحظات، والصغير لازم من أول لحظة تعانق الأم باش يحس بهيك هيك النوع من الراحة النفسية للطفل وكذلك للأم. ما تتشراش بفلوس الدنيا. أنا الصغير هذية اللي هو يبدأ صغير، والأطفال الخدج في أغلب الأحيان يتحرموا من اللحظة هذية خاطر يبدأوا يتجراوا بهم. دكتورة وانت ست العارفين، تبداو تستناو فيه وقتاش يخرج الصغير هذاك باش تراو الحاله نتاعو، مش هكا؟ صحيح، يعني هي في مواصله اللي قلناه بكري، هذوما الصغيرات اللي احنا مجبورين باش نرقدوهم باش ندخلوهم في المستشفيات، باش على خاطر يلزمهم احاطه، واحاطه كبيره خاطر وحده ما ينجموش يقاوموا ما ينجموش يعيشوا الكل هذوما. دونك احنا مجبورين باش نبعدوهم على امنياتهم، نحاولوا باش نحكيوا مع الام، نحاولوا باش نوريوهولها، ولانه ساعات في اللحظات هذيك الاستعجاليه تلقاه عنده ناقص نفس وتلقى نفسه فيه بالماكينه، ولازم نحطوه في الكوفاز باش ما يبردش، ولازم نعطيه التغذيه باش ما يتيحلوش السكر، يعني هذه الكل تجاري هذيك. صحيح صحيح، انا نقول انه ساعات نتنساو الحاله نتاع الام اللي هي مازالت كي ولدت، وكمل عاد من بعد وقت يرقد بطريقه طويله، قد ما هو ضعيف وقد ما هو مولود قبل وقته، قبل 32 وقبل 28 راهو يرقد اسابيع ويمكن حتى اشهر، فما صغيرات يرقدوا شهرين، فما صغيرات يرقدوا حتى 3 شهور في المستشفيات. دونك هذا الكل عنده علاقه كبيره في انه هيك العلاقه باش تكون ساعات ناقصه شويه، وهيك علاش حتى الام نفسها والاهل، يعني الام والبو العائله الكل، نقول حتى العائله الموسعه طبعا، الجد والجدة والخال العائلة كل تبدا تخمم فيك صغير صغر. الاشكال الكبير هي الام، علاش انا تو نحكي على الام؟ على خاطر احنا عندنا هيك الحليب نتاعها، الحليب نتاع الام اللي هو يكون احسن حاجه تعطيها للام لصغيرها بعد ما تولده، وسورتو كي يبدا ضعيف وكي يبدا قبل وقته، هيك البال اللي عند الام اللي يجيها في اللحظات وفي السويعات وفي الايامات الاولى بعد ما تولد، هذيك راهو عنده ثمين جدا للصغير اللي تولد قبل وقته، اللي نسميوه الكولوستروم، البال هذيك يطول عند المراه اللي ولدت قبل وقتها. يعني سبحان الله، هذه الابحاث اثبتته، واحنا نشوفوه المراه تلقاها اللي ولدت مثلا في 34 اسبوع تجي تجبد الحليب، تجي تجبد الحليب خاطر صغيرها ما يجيش يرضع ديريكت من عندها خاطر عنده ضيق نفس ولا مازال ضعيف، لازم ما يخرجش من هيك الكوفوز. دونك كي تجبد لنا الحليب نقعد نقول ما شاء الله تلقاها هيك الاصفر الغامق اللي هو ثري بالدهنيات وبالبروتينات. كي تغزر له تقول هذه المراه مازالت كي ولدت ما تلقاها في 3 ايام الاولى، لانه بعد يتبدل يولي هيك الحليب الابيض، لكن من بعد نشوفوا نلقاها عندها 10 ايام اللي ولدت وعندها اسبوعين اللي ولدت، يعني سبحان الله هذاك الحليب الغني بالبروتينات اللي هو في حاجه ليه الصغير نتاعها يطول في صدرها. وهو يقعد مده اطول، يقعد مده اطول باش يفي للحاجيات نتاع الصغير هذاك في النمو نتاعو في الايامات الاولانيين، هو حاجته بهذاك الحليب هيك يخليه يكبر خير، هو هيك حاجته بالحليب هذاك خاطر يخليه يقوي المناعه نتاعو يخليه يقاوم الجراثيم. وهوني دونك تقول لي انت باهي هاي ما ترضعش كيفاش باش تعمل؟ سورتو لازمها تحط في راسها انه معناها ما يلزمهاش نوقفوا الحليب، نحاول تحاول باش تجبد حتى وكان طيشت الايامات الاولين ولا خبيت الحليب نتاعها ما يسالش، خاطر قد ما هي تجبد قد ما تقعد تصنع الحليب، وصحيح باش ينقص عليها الحليب لكن ما تيأسش، احنا نقولوا لهم ديما راهو بقدره ربي نهار باش يخرج البيبي ونهار باش تولي تشده في حضنك وتغزر له وتشوف وتحنن عليه ويقرب لك، تو يرجع لك الحليب، راهو تو تولي تصنع الحليب بالباهي وتولي ما عادش تسحق هيك الحليب المكملات نتاع الحليب الاخرين. نذكرها هذه معلومه ياسر محلاها دكتوره، قلت راهو هيك الحكوك راهي ماهيش حليب راهي مكملات، معناتها راهو يا امهات يا امهات مش يا امهات عادينا مش نغلط تو مش نولي نحكي بالدارجه حتى انا، يا امهات فيقوا راهو ما فماش قد حليب الام قداش نافع على صغير، يعيشكم يفضلكم، راهو من المفروض المجتمع الكل، وبعدها تقول صغيري ها ما عندوش مناعه، ها صغيري مراض، ها صغيري كذا، حاولوا تعطيوا الاضافه لصغاركم، حاولوا تعطيوا كل ما هو به لصغيراتكم، ردوا بالكم على صغيراتكم من اللحظه الاولانيه وخليهم اعطيوهم
القوة والصحة من خلال هذاك حليب الأم، راهو ما يتعوضش بحتى شيء آخر. باش نكونوا واضحين، مش هكا دكتورة نادية؟ معناها الحليب الأم إذا نحكيو فيه للصغيرات المولودين في شهرهم هذاك ما عندنا فيه حتى هذاك تحصيل حاصل، هذاك تحصيل حاصل النفع نتاعو للأم ولصغيرها الاثنين تحصيل، هذه الحوايج ما يعرفوهاش النساء. راهو حتى لها هي راهو يقين سرطان الثدي. احنا كنا في اكتوبر الوردي، راهي طريقه وقائيه هامه وهامه برشا بالنسبه، ويولي هو اقوى واحسن وديما لو بلو ادابتي. انا احسن حاجه تعطيها الام الصغيره وقت يبدا ضعيف، وقت يبدا صغير، وقت يبدا مولود قبل الوقت، وراهي ديما الحليب نتاعها تحافظ عليه. وقت يقول نحافظ تحافظ عليه، ناكد على حكايه الجبدين وحكايه انها توسع بالها بشويه بشويه من بعد باش تعطيه حتى يولي يرضى. ما تيأسش، اما نساء تقول لك تولد ضعيف برشا ماشي انا الحليب، ماذا بيا ناخذ دواء خير نوقف الحليب. ويمشي مالوغوزمون تمشي للفارماسي ولا تمشي لبعض الاطباء وتقول اعطيني دواء باش نوقف الحليب من صدري، انا ولدي راقد في السبيطار وصافاري يعيش، ولا تقلق من انها تقعد تجبد هي وتقلق انها وتتعب. صحيح انا ما نقولش اللي تعب الجبدين الحليب، لكن وقت يبدا فما امل انه الصغير باش يخرج ان شاء الله وباش يكبر وباش نهار اخر باش تولي تشبك في حضنها وترضى، تحاول باش تحافظ على الحليب نتاعها ما توقفوش، تجبد ما يسالش، تمشي تحاول باش تقرب له مع الاطار، تحاول باش تنسق مع الاطار الطبي وشبه الطبي في المستشفى ولا وين راقد البيبي نتاعها باش تدخل تشوفه، خاطر هذاك زاده حافز انه يخليها تصنع الحليب وانها تولي متعلقه بالصغير نتاعها وعندها امل انه يقعد لها ان شاء الله ويعيش لها. ربي يفضلهم يا ربي الكل، احنا هذا واللي نتمناه. وهذاك علاش الحصه هذيا مخصصينها للنقطه هذيا بالذات، وهذاك علاش زاده فما اليوم العالمي للخدج، يوم عالمي كامل العالم الكل يحتفل بالطفل الخدج والاطفال الخدج. دكتوره بوراوي تقول لي راهو فما حاجه نحب نزيد ناكد عليها، شنو هي دكتور بوراوي؟ على الحاله على ناكد على بعد الطفل يخرج معناتها من السبيطار ويخرج لاباس ان شاء الله ان شاء الله، الرضاعه الطبيعيه اللي هي مهمه ليس لازم نعرفوا كون هنا الصغير راهو المراقبه نتاعو لازمها تكمل حتى وقت يخرج. وش نقولوا خرج راهو في التيسع لاباس هاكا لاباس لاباس هاكا كملنا وفينا وفيت، خرجنا من الكوفاز والحمد لله ربي يخلينا وليدنا ربي يحولنا ونشوفوها هكا عروس ولا عروسه ان شاء الله يا ربي وناجحين ومتالقين في حياتهم. هما تبارك الله عليهم راهو هكا اغلب الناس يقول لك الصغيره الاطفال الخدج هما بسم الله ما شاء الله ناشطين واذكياء. ما نقولوش ناشطين خاطر اليوم توا حتى النشاط برشا ما نحبوهاش احنا العينيه اللهوة اللهوة الام الاباء والامهات خاطر تهاتر المولود قبل الوقت تلقاها يعملوا عينيه هكا خاصه ويفيقوا اكثر قد ما تعملوا تفيقوا قد ما تعملوا عينيه خاصه قد ما يطلع لاباس عليه وناشط وناشط. معناها ما نحكيوش على الحالات المرضيه، بالعكس صحيح انهم يكونوا ناشطين يكونوا فيقين 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 هكا محليهم محليهم ديما يبي ديما تتنشط فيه ديما تلعب معاه ديما تعمل له العاب فكريه هيك الكل راهو مهم برشا حتى بالنسبه للصغير الاطفال الخدج. هي دكتوره قلت لنا انت مش خرجناه من الكوفاز وكا لاباس وكا نقعدوا نعديوا له مريره في الدرا قداش باش نطمنوا على ميزان وعلى كذا، راهي ماشي المساله هكا كاكاو. لازم المراقبه الطبيه تكون متخصصه معناتها وضروريه لمده راهي مش معناتها برشا سنوات معناتها لازم يقعد نتبعوا فيه باش نقعدوا مطمئنين عليه حتى لسن تاع دراسه دونك حتى لسن اللي يدخل المكتب ممكن يكون لاباس عليه في قرايته في دفتين في برشا برشا حوايج في البلاد في النطق في الحركه في الفهم النمو الحسي الحركي كامل هو المعروف. اغلب الناس يعرفوا يقول لك بعد ما يخرج من الكوفاز الصغير يبعثوها يعمل العياده على العينين باش يطمنوا على عينيه، هذه اكثر حاجه ممكن العيادات فيها تصيب، وبعد لريتني لريتك معناتها اي هذا صدقا دكتوره اي ناكدوا عليه برشا راهم اما ديما ما كملش النضج نتاعو في بطن امه مادام فما احنا نتوقعوا انه نجم يكون عنده شويه صعوبات في النمو الحركي الذهني نتاعو. الصعوبات هذه تنجم تتمثل في انه يوخر شويه في القعاد يوخر شويه في المشي، يعني هذوما احنا نتقصاوهم على بكري، علاش ناكدوا على العيادات؟ انا الام تلقاها لا يسوق يتحركوا يرقدوا يضحكوا اوكي، لكن انت فما حوايج ما تفيقش بهم على بكري، احنا فما علامات صغار نتقصاو بها صغيرات تنجم تكون عندهم صعوبات في النمو الحركي الذهني. شو نعمل وقتها كي نلقاو هكا علامات صغيره؟ ندخلوا وقتها شويه مسار شويه تقويم وظيفي تقويم حركي تقويم نطقي اذا كان عنده شويه هكا مشاكل في البلعان في النطق
قد ما نتلهيو بهم على بكري على قد ما نكونوا نربحوا ونقولوا فما هيك البخل اللي احنا توقعناه وهيك الصعوبات نقولوا احنا الانعكاسات نتاع الولاده المبكره المضاعفات نتاع الولاده المبكره نقولوا هذيك تكون اقل ما يمكن وان شاء الله نكونوا تتنحى معناها قد ما نتلهيو به راهو هذا اش لاحظنا وهذا اثبتته الدراسات معناها هالصغيرات هذوما راهم ما يلزموش يقعدوا على ناتور واحنا مالوغوزمون فما نساء تجيك في العام ونص تجي تقول لك ودي توا مشى يا بنتي ليش بك مش هيك تحاملي شعبي تقول لك لا هو كان لاباس عليه كي ترجع انت تسالها انت وقتاش شد راسه وقتاش قعد في العام اوه هذا مش صحيح خاطر هي ما تعرفش القعاد نورمالمون راهو في 8 شهور 7 شهور صغير 8 شهور 9 شهور حالو راهو قعد انت كي تقعدي للعام ومازال ما قعدش ومازال راسه هكا يشطح والكل هذوكم احنا علامات اللي نفيقوا بهم الوالدين ما نفيقوش بهم كان احنا ناكدوا انه لازمنا نعديه ولازمهم يلتزموا الاولياء بالمواعيد اللي يعطيوها لهم بالمواعيد صحيح راه ما تقولش الوش مش نمشي ومش نشد الصف ونعدي نهار وانا كذا لا راهو المصلحة صغيرك لازمك تلتزم بالمواعيد هذيك باش نطمنوا على الصغير هذيك وان شاء الله يكبر ويكون ناجح ومتالق في حياته اذا الكل باش الصغيرات يكونوا ناجحين وهيك هيك علاش نحتفلوا باليوم العالمي للاطفال الخدج مش هكا دكتوره اميره ومش احتفلتوا اليوم العالمي للاطفال الخدج وكان صارت احتفالات امس دونك في جميع اقسام الولدين في الجمهوريه التونسيه اكثرها نقولوا احنا دونك الاقسام الولدين يهوتروا معناتها على الاقل دونك في اكثر المستشفيات الجامعيه اكثر المستشفيات الجامعيه والهدف سورتو من اليوم هذا هو تحسيس كل الاطراف اطار الطبي وشبه الطبي على اللي احنا نتمنوا العمل نتاعهم ونسير باش نتليو بالصغير شهر وشهرين باش يخرج لاباس الوالدين ويفرحوا به دونك نتمنوا العمل نتاعهم هذايا ونحسسوهم على الولاده المبكره وعلى مشاكلها اللي تنجر على دونك الولاده المبكره على المدى القصير وعلى سيدتي مثلا المدى الطويل وامس قمنا باحتفالات وسجلنا شهادات برشا امهات الاطفال اللي هما ما ترقدوا مده طويله في اقسام الولدين دونك حبينا نناقشوا في بعض المشاكل اللي تحسها من الام واللي تتعرض لهم معناتها في بالنسبه لهال ديري دوسبيتاليزاسيون اللي هي الفتره اللي تبدا طويله شويه وان شاء الله هذه كل عام ان شاء الله يتعاود هالاحتفال دونك للتفكير وديما لتثمين العمل ولذلك نتلي ناثروا فيه الوالدين زاده باش يكون عليه علم بالولاده المبكره وبالمشاكل نتاعها. اها هو الحقيقه الاحتفاليه هذه شكون عملتها لكم؟ الجمعيه التونسيه اللي لطب الولدين. هاي الكتبة العامة بحذينا خلينا ناخذوا عليها فكرة حتى هالجمعية هذية احنا بدينا من الأول بالموضوع باش الناس كل اللي يتعرفوا عليه اما نحبوا زادا نتعرفوا عليها الجمعية هذية شنية الأهداف نتاعها خاصة بارك الله فيك اللي أتحت لنا الفرصة باش نحكيوا على الجمعية التونسية لطب الولدين اللي هي حديثة العهد جديدة جديدة عام وشهرين توا صغيرة جديدة 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 يعني في سبتمبر عملنا لها العيد ميلاد نتاعها على ان شاء الله كل شيء بالبركة وهاي ناشطة حافلة هو اليوم العالمي للخدج احتفلنا به مع قسم الولدين بصفاقس واقسام الاخرين كما قالت في لي ماترنيتي نيفو 3 في المستشفيات الجامعيه ببادره من الجمعيه نتاعنا من الجمعيه التونسيه لطب الولدين دونك في كل ماتيرنيتي القسم هذاك مع المستشفى كما احنا امس نشكر المستشفى الهادي شيكر اللي معانا واللي شجعنا واللي جاحضر معانا اكيد اكيد معانا والكل خاطر احتفالات كما كي عندها وقع كبير برشا على الاطار الطبي والشبه الطبي وال يحسس الناس الكل يحسس الناس الكل خاطر هم يتعبوا فيهم هكا صغيرات كما قال ينسموا لهم الخدمه نتاعهم اكيد من بعد واحنا سجلنا الشهادات هذيك باش وانا نحب تحيه كبيره برشا للامهات والاباء اللي تولد لهم طفل خدج خاطر ماهيش بالساهل راهو كل نهار مراه نافسه وتخرج كل نهار باش تهبط لصغيره باش تعطيه الحليب ولا غيره وتطلع عليه مش ساهل على الاطار الطبي تبارك الله ما شاء الله عندنا كفاءات الله يبارك فيكم ان شاء الله يا ربي كما دكتوره ناديه وكما دكتوره وبرشا اطارات كيف تبارك الله ما شاء الله دكتوره اميره زاده براوي اللي منورتنا اليوم زاده هي ودكتوره ناديه كذلك تحيه لمهني الصحه
اللي ترات شبه طبيه اللي قاعده ترعى واللي كالعمله وغيره اللي قاعدين يرعاوا في الصغيرات هذيك ويسهروا على كل ما يقدم اليهم. راهي المساله دقيقه جدا وفيها تفاصيل التفاصيل، والخطا اذا في الكبير الخطا ممكن يعطينا، الخطا في في الصغار مش مسموح. لا نعرف مش نعملوه، نعرف نعرف دكتوره ناديه ودكتور قرقوري ما نقولكمش راه مش الكل الاطار كل أي. هو الخطا بشري النهار ما عندناش الحق في الخطا، خاطر هو ياسر سنسيبل كالصغير هذاك اقل حاجه تقلقوا وهذا هو هذا هو هو من غير حتى شيء. يا ربي ان شاء الله باللي نعاونوه وباللي كذا يا ربي ان شاء الله يوصل للنهار اللي يخرج فيه معناتها هذاك ويخرج لاباس عليه، خاصة دونك نرجعوا للجمعية نتاعها اللي هي حديثة العرب اللي هي من الاهداف نتاعها باش عملناها سي اسونسيلمون باش نتلهاو بطريقة متناسقة لكل الصغيرات، نعطيهم الحظوظ متماثلة لكل الأطفال. احنا لاحظنا للأطفال مثلا اللي عندهم مشاكل يتولدوا في المدن الكبرى كيما صفاقس وتونس وسوسة، مش كيما الأطفال يتولدوا في المدن القرى نقولوا احنا والمناطق الداخلية. مالوغوزمون مازالوا ناقصين برشا معدات طبية، مازالوا ناقصين أطباء وإطار شبه طبي، مازالوا ناقصين حتى الأمبيلونس. يعني إذا تحصل الولادة قبل مبكرة في بقعة نائية راهم يروحوا حتى كيفاش يجيبوا لنا البيبي، خاطر أول حاجة ما ينجمش يتلهوا به غاديكا، ما فماش معدات خاصة مناسبة للوضع نتاعو، وبعد يجي يقول لك باش نبعثه لك يوصل لك بارد، يوصل لك ناقص أكسجين، يوصل لك ما. دونك احنا نحاولوا باش نعملوا باش نحاولوا نخدموا على شيء هذا من أمور تحسيسية باش نحسسوا الإطار الطبي وشبه الطبي، باش نحسسوا ال ال يعني المنظمات اللي هي تنجم تكون اخذ القرار في القرار كيما وزاره الصحه الهيكل المختصه اللي تنجم تعاوننا دون سو سونس. اش معناها؟ معناها وقت نقول لهم راه نسبه الوفيات في الولادات المبكره والصعوبات الولاده راهي مرتفعه خصوصا في المناطق الريفيه، علاش؟ على خاطر فما نقص هكا وهكا وهكا. دونك نحاولوا باش نحسنوا الاوضاع هذيك، نحاولوا باش نعملوا ان ريزو شبكه كامله باش يعرف هكا الطبيب ولا القابله اللي تولدت لها امراه عندها مشاكل وين تبعثوا؟ لشكون تبعثوا؟ كيفاش تبعثوا؟ نحاولوا باش نحسسوا الاطباء الصغار اطباء العائله توا اللي موجودين في كل مرحله اللي هو راهو يلزم معناها متابعه لهكا الصغير نهار اللي يخرج من عندي انا في صفاقس وهي تسكن في مدنين في تطاوين في بنقردير، وقت يجيك انت عمره 4 شهور شنو العلامات اللي لازمك تشوفهم؟ وقتاش لازمك تبعث الطبيب المختص نتاع العينين؟ يعني هذا هو الهدف نتاعنا وتوا دونك احنا ما بين الاهداف نتاعنا اللي باش نعملوهم توا سنه معناش مش باش تيقف الخدمه نتاعنا كي شي فيها النهار هذايا صحيح فيها النهار هذايا حكينا برشا هي احتفاليه للتحسيس اكثر من يمكن باش نعملوا ديزاكسيون باش نعملوا حوايج في القايح باش نمشيو لهم باش نمشيو للشمال الغربي باش نمشيو للجنوب باش نمشيو للمناطق الداخليه باش نحاولوا نقربوا لهم المعلومه وباش نمسوا الاطارات الشبه الطبيعيه. هما راهم ايزون دوموندي هما قالوا احنا حاجتنا باش يكون يجي اول حاجه اضطرنا يحاول باش نعطيهم حوايج جديده نحاولوا باش نعاونوهم باش نتعداو المشاكل اللي عندهم ومعانا تدخلات نتاع الهيكل اللي قلنا عليهم بكري الادارات الجهويه للصحه الادارات العامه للصحه باش يتدخلوا باش نعطيو كيف نحكي على ناكدوا على تتبع الولاده يعني بين الوقايه تو في الاخر فكيف اكيد تخرج معناها البروتوكول نتاع الهدية باش نبعدوا عن الولاده المبكره. اهم حاجه هي ان المراه وقت تحبل تحافظ على روحها على صحتها وتحافظ على جنين نتاعها وتتبع على حبالها نتاعها تتبع الحبالة لحد ما انه نقص صحيح النيفو نتاعنا نقص شويه لكن راهو هي ما تشريش بالفلوس نهار اخر تقول وقت تتبع الحبالة نتاعها وتولد في وقتها تقول الحمد لله يا ربي ولدي لاباس عليه. واذا كان عندها مضاعفات بانها تنجم تكون تولد قبل وقتها على الاقل تكون محاطه تولد في ظروف باهيه باش نجموا نحيطوا بها هي وبالصغير نتاعها. هذا ناكدوا عليه برشا وهذا زاد في صلب الخدمه نتاعنا زاد حتى مع النساء الحبالة. دونك سيت اون ميديسين نيوناتال سي لو بتي با اونيكمون لو نوفو مش كلمه الصغير اللي مشات ليه باش نزلت ليه بصغير من اللي هو في
إذا يا دكتورة باش نختم معاك اللقاء خضر وتبارك الله ما شاء الله، راهو الموضوع شيق، عندي زوز مكالمات ومازال لي 5 دقائق في عمر البرنامج. دكتورة الصغيرات اللي يتولدوا يتقلقوا في الولادة على الأول ويبداو ماهوش صغير الأسبوعي الثموني في وقته، يا ترى هذوما يحظوا بنفس المتابعة بعدين ولا لا؟ هيك فقط الفترة هذيك وبرا؟ طبعا نفس الشيء، معناتها لازم يحافظوا والديهم على العيادات هذيك. وقت يقول لك الطبيب راه ما عادش يستحق متابعة تولي تتوقف، أما أنت ماذا بيك تحافظ وقت يقول لك ارجع لي وارجع لي باش نطمنوا عليه. يا عيني عليك يا دكتور.